السلام عليكم شباب الله يعطيكم العافية معكم أسامة غزال هذا الدرس الخامس والأربعون من سلسلة دروس دلفي والجزء الثالث من مكون فاير داك وطبعا إحنا عمالنا بناخد مكون فاير داك مع مايكروسوفت اسكو ال سيرفر داتا الحلقة الماضية شفنا كيف بدنا نسوي انسيرت لريكورد جديد بكل الطرق تبعت الفاير داك هذه الحلقه حتكون المفروض تكون قبل الحلقه الماضيه اللي هي كيف نعمل كونكشن مباشره باي كود او عن طريق الديزاين تايم الديزاين تايم شفنا كيف الان بدنا نجي نسويها باي كود هلا احنا عندنا الفاير داك انا بحط الماي كونكشن اللي هو الاف دي كونكشن زي ما اتفقنا وبدنا نحطها هلا تيبل وبدنا نحط اللي هو الام اس اس الدرايفر وبدنا نحط كمان جريد وداتا سورس اوكي الداتا سورس برضو نشبكه الـ table. بدنا نشبكه مع التيبل والجريد بدنا نشبكه مع داتا سورس وبدنا نحط كمان بوتون اي بوتون كونكت وهي كمان بوتون ديسكونكت هذا بنسميه نسميه بي تي ان كونكت كابشن وهذا بي تي ان ديسكو نكت ديسكو نكت والكابشن تبعته ديسكونكت اوكي okay. خلينا نغير الفونت كالعاده حاطه 12 عشان يكون واضح لكم هي هو اصلا 12 هاي آه الداتا سورس هي الدي جريد كبرناها وعندنا البوتونز نكبرها شويه طيب الان احنا بدنا نيجي نعمل في الكونكشن نفس الطريقه نقول له افتر كونكت نقول ال اف دي تيبل دوت اوبن ول بي فور بدنا نقول له دوت كلوز طيب احنا ما بدنا هلا نسوي الكونكشن مباشره يعني ما بدي اعرف هون اي شيء اطلاقا حتى يكون فاضي زي ما هو زي ما اجى بالضبط اوكي فبدنا نعرف البارامترز احنا باي كود يعني لنفرض انه احنا مخزنين البارامترز تبعت الكونكشن في قلب اي ان اي فايل او في قلب مثلا الريجستري او في قلب ملف انكريبتد فاحنا بدنا نقرا من هذا الملف وبعدين نحط البارامترز فاحنا هلا مش راح نتطرق لموضوع الاي ان اي لان انا مسوي عليه فيديوهات سابقا فانا بدي لما اجي اسوي هون كونكت نيجي نحكي له الاف دي كونكشن دوت كونكتد ايكوال ترو اوكي ولما بدنا نسوي لهون هون ديسكونكت بدنا يسوي لهون. دوت بس قبل هذا الحكي كله لازم نيجي نعرف البارامترز تبعت هذا الكونكشن تمام شو البارامترز بدنا نعرف اول شيء بدنا نيجي نحكي له اف دي كونكشن دوت اوبن ها اذا بدل الكود ايكوال ترو الconnected equal true لما كان البارامترز معرفة في قلب الـ الconnection يعني لما كنا معرفينها هون بنحط له connected equal true لانه كل اشي معرف ولكن احنا اذا مش معرفينها لا هذه بنلغيها اوكي فشو بنعطيه؟ هون بنعطيه single quotation single quotation بعدين بنعطيه driver id شو بده يساوي الدرايفر id؟ احنا الدرايفر تبعنا حاليا كيو ال واضحة؟ بعدين بنعطيه فاصلة منقوطة مش فاصلة بنعطيه اسم السيرفر هي بنعطيه سيرفر يساوي اسم السيرفر أنا تبعي هيو سيرفر اسمه أنا عندي سيرفر يعني أنا لما أجي أسوي كونكت بعطيه على كونكت على سيرفر أو بحط الاي بي ادرس وفاصلة البورد تبعها فهون بنعطيه السيرفر فاصلة منقوطة بدنا نعطيه اسم الداتابيز هاي داتابيز يساوي الداتابيز عندي انا اسمها تيست دي بي بعدين فاصله منقوطه بدنا نعطيه اليوزر نيم نعطيه يوزر أندرسكور آه, نيم ها أندرسكور نيم مش مهم كابيتال ولا سمول ليتر مش مهم انا عندي اليوزر اسمه ارقام هيك ايه دبل اي ام فاصله منقوطه بدنا نعطيه كمان الباسورد يساوي وبنحط له الباسورد تمام وطبعا بنسكر الكوتيشن السنجل كوتيشن واضحه الامور شباب هلا هيك بهذا هاي الحاله هو راح يسوي كونكت مباشره اوكي الان التيبل هذا بدنا نعرف له نشبكه مع تيبل التيبل تبعه شو هو وين الكونكشن تبعه الكونكشن اف دي كونكشن التيبل بدنا نيجي نحط له اول شيء السكيما الكاتالوج نيم عندنا تيست دي بي اللي هو اسم داتابيز والتابل السكيما نيم دي بي او والتابل نيم اسمه برودكتس تمام نسوي ران هلا هاي ران بسم الله سوي كونكت مباشرة هاي سوى كونكت وفتحلي لي التابل ديسكونكت هاي سوى ديسكونكت كونكت سوى كونكت فاذا احنا فتحنا الكونكشن ال 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 عن طريق كلمه امر اوبن وعرفنا له الدرايفر اي دي كيو ال فاصله منقوطه سيرفر يساوي اسم السيرفر تبعنا فاصله منقوطه داتابيز يساوي اسم الداتابيز تبعتنا فاصله منقوطه user underscore name underscore name يساوي اسم اليوزر نيم تبعك فاصله منقوطه password يساوي اسم الباسورد تبعتك او الباسورد تبعتك بنسكر كوتيشن وبنسكر قوس وبنعطيه فاصله منقوطه واضحه هذه اول طريقه هلا كيف احنا نعرف ايش الطرق اللي عندنا لو انا اجيت على الاوبن هون وكنترول شيفت سبيس راح يعطينا اول وحده اللي هي الكونكشن سترينج فقط اللي احنا مسوينها الثانيه بعطينا بتحط اليوزر نيم وبس والباسورد تمام يعني اليوزر نيم بكون ثابت والباسورد بكون متغير بس بهذه الحاله بدك تكون انت معرف الام اس اس كيو ال ومعرف السيرفر ومعرف الداتابيز واليوزر نيم بتحطه هون ثابت والباسورد هو المتغير الطريقه الثالثه اللي هي الكونستانت اللي هي الكونكشن سترينج كامله من غير اليوزر نيم والباسورد يعني انا هون بقدر اشيل هذا اليوزر نيم والباسورد كله تمام باجي بعرف له هون مثلا متغير var my user فاصلة my bus نوعهم string تمام اوكي بعدين قول له my user يساوي single quotation single quotation أرقام والثانية my password برضه أرقام تمام فهون أنا بعد الفاصلة هذه بعد سوري single quotation بعطيه فاصلة بعدين شو بده يعطيه؟ ها معطيك خيارين يا بتعطي اليوزر نيم والباسورد يا بتعطي بس الباسورد احنا بنعطي نعطيه يوزر نيم وباسورد فبنقول له هون ماي يوزر فاصله فاصله وليس فاصله منقوطه ماي باسورد تمام فاذا هاي الطريقه الثانيه انه لو كان انت عندك الكونكشن سترينج جاهزه وثابته ما بتتغير ولكن اليوزر نيم والباسورد هم اللي بتغيروا بناء على اليوزر اللي مسوي لوج ان تمام فبنعطيه الماي يوزر بتكون انت مخزنه في سموير اي مكان بتكون مخزنه في قلب تكست فايل بقلب اي ان اي فايل بقلب ريجستري بتكون معطيه انه الزبون او المستخدم هو اللي يدخل اليوزر نيم الباسورد فبتحط له الماي يوزر واليوزر نيم والباسورد وبتقول له اوبن خلينا نسوي رن وبسم الله هاي كونكت سوى كونكت وفتح الداتابيز طب لنفرض انه كانت الباسورد او اليوزر نيم غلط المفروض ما يفتحش هاي حطينا رقم واحد ما فتحش. ليش لانه اليوزر نيم غلط فاذا احنا هون لازم يكون اليوزر نيم والباسورد عندنا صحيحه طيب الطريقه الثالثه الطريقة الثالثة انه انا اكون معرف كل شيء هون اسف هون بنعطيه هون ماي ام اس اس كيو ال وبنعطيه اسم الداتابيز تيست دي بي وبنعطيه السيرفر وما بنعطيه لا الباسورد ولا اليوزر نيم تمام وهي اوكي طبعا اللوجن برومبت من الشيء ترو دائما تكون دائما بهذه الحاله فاحنا لما نيجي نقول له كونكت بنشيل هذا الحكي كله وبنعطيه بس الماي يوزر والماي باسورد اللي هي الباسورد اليوزر نيم والباسورد اللي انت بتكون مخزنهم سمول مكان ما بنسوي له رن وهي كونكت done هي سوا كونكت وفتح لي الداتابيز اوكي فاذا بهي الطريقه احنا بنعرف شو الباراميترز اللي احنا بدنا اياها حطينا كونكشن سترينج كامله حطينا يوزر نيم وباسورد كمتغيرات فقط والباراميترز تبعت الكونكشن عرفناها في قلب الكونكشن مباشره أو بنحط الكونكشن سترينج كاملة من غير اليوزر نيم والباسورد واليوزر والباسورد بكونوا متغيرات. والطريقة الرابعة اللي هي دوت اوبن وأنت بدك تكون معرف كل شيء هون في الكونكشن هاي أرقام أرقام تمام. هي رن هي سوى كونكت. طيب الطريقة الخامسة بدل ما دوت اوبن دوت كونكتد ايكوال ترو وهي رن وهي كونكت نفس الطريقة وهي ديسكونكت طب والديسكونكت هلا احنا في الديسكونكت حطينا له كونكتد ايكوال فولس او بنقول له دوت كلوز هي رن هي كونكت هي ديسكونكت كونكت ديسكونكت ديس فاذا يا اما كونكتد هو ايكوال ترو كونكتد ايكوال فولس او بتقول له اوبن وبتقول له كلوز او بتحط الباراميترز تبعتك هذه كلها في موضوع الكونكشن كيف بدنا نعرف الكونكشن مباشره بالران تايم طيب خلينا نكمل برضه شغل الداتابيز هلا احنا هي سوينا قلنا شغال هلا عندنا اوكي تمام هي كونكت وهي ديسكونكت نيجي لموضوع الابديت لو انا بدي اسوي ابديت لريكورد اكم طريقه عندي لابديت للريكوردز اوكي هلا انا عندي هون تابل uh, تيبل في قلبه مواد بدنا نيجي نعرف له نسوي له ابديت لاشي لاي تابل فيهم خلينا نقول له اد اول فيلدز والسيل برايس هذا مثلا هاي الديسبلاي فورمات 0.000 والكات اي دي نقول له هون سنتر وهون خلينا نضيف هذول كلهم ونصغر هاي يعني نحطها 200 والبرودكت اي دي نحطه 60 مثلا عشان يوسع كل شيء وهاي نعطيه 100 والسيل برايس نحط له 100 والسكب كات اي دي نحط له 60 مثلا خلينا نكبرها شوي هيك عشان نشوف كل شيء واضح نكبرها شوي هاي اوكي طيب لو انا بدي اجي اعدل سعر خلينا نكبر هاي شوي عشان نشوف لو بدنا نيجي نعدل سعر لاي قيمه لاي لاي ريكورد انا بدي اياه بده يكون عندي كي يعني انا عندي هاي المواد ايش عندي الكي ال... ال... اليونيك المميز فيهم اللي لا يتكرر اللي هو البرودكت اي دي فانا فعليا لما اجي بدي اسوي ابديت لاي ريكورد من هدول للسعر بدي اعطيه ايش رقم الاي دي تبعه تمام طيب كيف طرق الابديت هلا في حال اذا انت كنت واقف على الريكورد ورحت سويت له ابديت مباشره ما في داعي انك تعطي رقم البرودكت اي دي لانه هو اصلا البوينتر واقف عليه خلينا نشوف كيف خلينا نحط هون ايديت وخلينا نحط هون بوتون وهون نعطيه هاي كابشن نقول له تشينج إبريس اوكي هادي name edit هذه نيم نقول له اديت إبريس هلا بالتشينج برايس انا ولا شيء بس بدي اعطيه هون ال fd table dot edit حط لي اياه بال edit mode معطيه fd table السيل برايس دوت فاليو بدها تساوي اس تي ار تو فلوت ل برايس دوت تكست تمام بعدين نعطي اف دي تيبل دوت بوست بهي الحاله انا بسوي ابديت لريكورد اذا انا واقف عليه مباشره يعني خلينا نشوف كيف احنا عندنا هذا هذه القيمه 77 بدي اجي احكي له هون مثلا 50 تشينج برايس على طول عدل لي اياها 50 ولو رحنا على الداتا بيز هون قلنا له رايت right كليك او هاي نيو كويري قلنا له سيلكت ستار فروم برودكتس هنلاقي على طول عدلها ل 50 طيب اللي عصير جزر واضحة؟ هاي العصير جزر عدلنا إياها ل 50 طيب اجيت لهذا الريكورد بدي أعدله بدل ما هو 20 أحط له مثلا دينارين ونص وهي تشينج برايس هي عدل لي لدينارين ونص ونفس الشيء لو رحنا على الاس كيو ال سيرفر وهي اكسكيوت هي عدلنا عصير المانجا لدينارين ونص تمام هذه طريقه طريقه ثانيه ممكن اجي اعمل له كويري نيجي على الفاير داك ومنجيب له كويري ومنكتب له في قلب الكويري كالتالي. نحكي له update products set sale price equal نقطتين فوق بعض sale price. هذا sale price عبارة عن براميتر. هذا sale price عبارة عن الفيلد. او خلينا نقول له اكس اكس سيل عشان نميزه عن الفيلد لما نروح على راح نلاقي في براميتر اسمه اكس اكس سيل برايس البارامتر تايب انبوت الداتا تايب بده يكون فلوت اوكي وهي بنقول له اوكي فهلا هون في Change برايس بدل هذا الحكي كله بنحكي له fd query dot params الصفر دوت فاليو خلينا نرجع لهون الاف دي كويري في الاف دي كويري البرمز قديش رقمه صفر هي شايفينه برمز صفر فاول اول بارامتر صفر نرجع كمان مره هون البرمز دوت فاليو بده يساوي شو ال string to float لا الادت برايس دوت تكست واضحه بعدين نعطي اف دي كويري دوت اكزك اس ال وليس اوبن لانه هذا تنفيذ انا عم بنفذ امر عليه اكشن بغير في قيمه بمحي او بقى بسوي ابديت او بسوي insert هون بنعطي اكزك اس ال اذا بنعطيه جمله سيلكت معناته احنا بنعطيه اوبن اوكي فبنقول له بس بهي الحاله هون شو اعطانا هون راح يروح يعدل كل الريكوردز راح يعدل كل الريكوردز يحط السيل برايس تبعها القيمه اللي انا بحطها فاحنا ما بنعدل كل الريكوردز بنعطيه شرط لوير برودكت اي دي ايكوال ها نقطتين فوق بعض اكس اي دي واضحه فاذا لازم نعطي شرط انه اي ريكورد اللي انا بدي اغيره او اي مجموعه ريكوردز اللي انا بدي اغيرها بدنا نحط شرط مشترك يكون وحيد لهم لاشي يميزهم عن غيرهم هذول الريكوردز فبنروح على البارامترز كمان مره الاكس اكس اي دي بنعطيه انبوت وبنعطي نوعه انتجر اف تي انتجر وبنعطيه اوكي فاذا هلا لما نروح على راح نلاقي الاكس اكس سيل برايس زيرو رقمه والاكس اكس اي دي رقمه واحد ترجع كمان مرة هون اذا بنعطيه هون كوبي وهي بيست وبنعطيه رقم واحد ها هون ايش رقم واحد قيمته اللي هو ال FD table product ID dot -value, value اللي انا واقف عليه اوريدي وبعدين معطيه كيو SQL تمام طيب حتى يجي يسوي update هلا هو بيسوي update على الداتابيز ولكن بالظاهر على الجريد هون مش راح يتغير القيمه الا لما نسوي للاف دي تيبل ريفرش فبنعطيه اف دي تيبل دوت ريفرش تمام خلينا نسوي رن نقول بسم الله الان انا عندي هون عصير التوت عصير التوت رقمه سبعة قيمته ستة وستين انا بدي اعدل قيمته بدي احطه سعره ثلاثة دنانير ونص نعطيه change price مباشره تغير الثلاث دليل ونص نيجي على الداتا بيز هون هي اكسكيوت هيو عصير التوت الثلاث دليل ونص طيب في حال ما سويناش هذه ريفرش خلينا نسوي هاي ريمارك لها ونسوي ران نيجي له عصير التفاح بدنا نقول له حقه دينارين وربع هي تشينج لاحظوا على الشاشه ما تغير ولكن في الداتا بيز عصير التفاح راح نلاقيه تغير لدينارين وربع هو فعليا تغير بس على الشاشه لازم نسوي له ريفرش حتى يبين امتى يبين معنا اما تسوي كلوز واوبن للتيبل واما بنسوي للتيبل ريفرش يعني لو جينا سكرنا هلا ديسكونكت وكونكت حنلاقيه تغير دينارين ربع لانه احنا بالديسكونكت بنسوي له كلوز للتيبل وفي الكونكت بنسوي الأوبن اوبن كام مره فاحنا حتى نتجاوز هذه المشكله بنسوي للتيبل ريفرش هذه طريقه طريقه ثانيه بدل ما نعطيه البرم برام زيرو لا بنعطيه بارام باي نيم وبنعطيه بين قوسين وبين سنجل كوتيشنز اسم البراميتر فاذا هون احنا بنقول له اكس اكس سيلي برايس اوكي وهون برام باي نيم نفتح قوسين وبنسكرهم وسنجل كوتيشن بنسكرهم نقول له اكس اكس اي دي فاذا اعطيناه مره عن طريق رقم الباراميتر المره الثانيه اعطيناه عن طريق اسم الباراميتر خلينا نجرب نقول بسم الله طيب انا عندي هي السمك التلوبي سعر الكيلو سبعة دنانير وربع هي تشينج مباشره هيغير عن طريق اسم الباراميتر هي سمك التلوبي هيو 7 دنانير وربع اوكي هي كم طريقه صار عندنا طريقتين او ثلاثه تقريبا طيب هي حطينا البراميترز في عندنا طريقه ثالثه رابعه بامكاننا نعمل ستور بروسيجر بدنا نيجي هون على البروجرامبيليتي اوكي ونفتح ستور بروسيجر وهون نعطيه رايت كليك ستور بروسيجر بدناش الحكي كله وهون نعطيه ابديت اس بي ابديت سيل برايس تمام؟ وهون بدنا نعطي البارامترز وقتها هون بدنا نعطي at اللي هو البرودكت اي ID نوعه integer فاصلة at sale price نوعه decimal خلينا نشوف هون شو نوعه أصلاً السيل sale price نوعه numeric 18-3 فنحطه زي ما هو numeric 18.3 اوكي فإحنا اعطينا البارامترز فهون بنعطيه نفس الجملة update products set sale price equal at sale price اوكي where product ID equal at product ID. Okay. هاي طريقة أخرى. نسوي له execute. هلا شو هون right click refresh. هاي يبين عندي. شو اسمه update sale price. طيب. بدنا نرجع لهون هون. هون وقتها ال query هذا بنشيله. بنشيله. بنروح على وين؟ على store procedure. FD store procedure. هاي. هلا هذا بدنا نيجي نعطيه انه السكيما نيم دي بي او والكتالوج نيم تيست دي بي وبدنا نعطيه الستور بروسيجر نيم اللي هو ابديت سيل برايس تلقائيا بنروح على هنلاقي حنلاقي 3 بارامترز البارامتر الاول الاول هو الزيرو رقمه اللي هو ريتيرن فاليو حكينا عنها سابقا ريتيرن فاليو في الحلقه الماضيه هون مش راح تلزمنا الطريقه الاخرى البارامتر الثاني اللي هو رقم واحد برودكت اي دي هي نوعه اف تي انتجر والثالث نوعه اف ام تي فورمات بي سي دي سيل ات سيل برايس اسمه اوكي فهلا لما بدنا نيجي هون بدل ما نعطيه اف دي كويري بنعطيه اف دي ستورد بروسيجر وهي الثاني وهي الثالث وهو ما بنعطيه اكزك اس كيو ال بنعطيه اكزك بروس بروسيجر فهون نفس الطريقه ونفس البارامترز بنعطيه خلينا نقول بسم الله طيب انا عندي عصير الجزر سعره دينار و75 اعطانا اكس اكس سيل برايس نوت اه لانه احنا ما غيرنا البارامتر هذا لازم يكون ات وهون ات برودكت اي هيك اسمائهم اوكي هاي عصير الجزر وين راح عصير الجزر هاي دينار و75 هاي تشينج برايس عطوه عدلنا اياه ولو رحنا على الاس كيو ال وهي execute. عصير الجزر هاي دينار وخمسة 75 اذا هاي طريقه اخرى طيب طريقه ثالثه او خامسه او سادسه اللي هو بدل ما اعطيه برام هاي برامز وهون بين قوسين مربعات البرم الاول 1 والبرم الثاني 2 ليه لانه الزيرو اللي عليه الريتيرن فاليو تذكروها ما تنسوها يعني هون نرجع كمان مره وين البرامج زيها الزيرو اللي هو الريتيرن فاليو ال1 اللي برودكت اي دي ال2 اللي هو البريس برايس اوكي فاحنا بدل ما نعطيه الاسم بنعطيه الرقم نقول له بسم الله هاي كمان عندنا سمك هامور الهامور سعره 12 دينار هاي تشينج برايس ما سواش تشينج برايس ليش ما سواش تشينج برايس اه عكستاهم احنا عكسناهم اثنين هو السيل برايس خلينا نشوفه كم مره البرمز الاثنين هو السيل برايس والواحد هو البرودكت اي دي فاذا الواحد البرودكت اي دي والثاني السيل برايس نقول بسم الله سمك هامور نحكي له 12 دينار الكيلو تشينج على طول غيره اوكي ولو اجينا هون سوينا له اكسكيوت حنلاقي سمك هامور هي 12 دينار في عندنا كمان طريقه اللي هي الاف دي كونكشن دوت اكزك اس كيو ال وبنحط لوقتها الجملة هذه كلها كوبي هاي أبديت products set بسيل برايس يساوي نقطتين فوق بعض سيل برايس وير البرودكت اي دي يساوي نقطتين فوق بعض البرودكت اي دي تمام وبعدين نعطيه فاصلة ونفتح له قوسين مربعات وبنحط القيم هلا شو اول باراميتر عندنا السيل برايس فاذا بنحط له هون هذه القيمه فاصله البرودكت اي دي بنحط له هاي القيمه اوكي فاذا وهون فاصله فاصله منقوطه اخر شيء يعني بنعطيه هون الكونكشن نفسه الاف دي كونكشن 1 دوت اس بنعطيه ابديت برودكتس ست سيل برايس يساوي نقطتين فوق بعض سيل برايس هي اول اول بيراميتر بنحطه وبعدين وير البرودكت اي دي يساوي نقطتين فوق بعض برودكت اي دي بعدين بنعطي فاصله بعدين بنفتح قوس مربع وبنسكر قوس مربع وبيناتهم بنحط القيم الباراميترز وبيناتهم فواصل عاديه خلينا نسوي ران ونشوف بسم الله هاي انا عندي مثلا الحمص حب بدي اغير سعره لدينار و35 تشينج على طول غيرها دينار و35 اوكي فاذا الحمص حب غيره مباشره ها نيجي لعصير البرتقال أه. بدنا نقول له دينارين و75 هي تشينج هي دينارين و75 يعني احنا هيك غطينا تقريبا معظم أه. طرق الابديت أه. ممكن تكون في كمان طرق ابديت بصير برضه يعني بامكاننا احنا نحط كويري ماشي

وبنفتح قوسين وسنجل كوتيشن سنجل كوتيشن وبنسكر قوس بنسكر فاصلة منقوطة هلا خلينا ننسخ هي واحد اثنين ثلاث اسطر السطر الاول بنحط له ابديت برودكتس السطر الثاني بنقول له سيت سيل برايس يساوي السيل برايس والسطر الثالث بنحط له وير برودكت اي دي يساوي برودكت اي دي يا بتحطهم بثلاث اسطر زي هيك يا بتحطهم بسطر واحد زي هيك برضه بصير تمام وقبل ها قبل

والبراميتر الثاني يعني نحكي له as integer وبده يساوي ال table id وبدنا نحط البارامتر هذا الاول sale برايس كوبي نحطه هون والبرودكت اي دي اللي هو الثاني بنحطه هون بعدين ها نعطيه fd query dot exec sql اوكي فاذا هون احنا اول شيء فضينا الكويري كلها الاس كيو ال ستيتمنت كلها بعدين ضفنا له سطر سطر اس كيو ال دوت اد وبنحط هي ابديت برودكت سيت سيل برايس تساوي سيل برايس والوير ابديت ايكوال برودكت اي دي وبعدين معطيه البارامتر الاول والبارامتر الثاني وبعدين معطيه اكزك اس كيو ال خلينا نجرب نقول بسم الله نيجي لعلبة حمص حب ها سعرها دينار و90 هي تشينج على طول تمام نرجع على شو عنا اشياء ما غيرناهاش البازيلا هاي البازيلا سعرها 3 دنانير و35 هاي تشينج هاي غيرنا لنا اياها على طول اوكي بهاي الطريقه ليش احنا بنسوي بالطريقه هاي هاي لانه مرات بتفيدنا بالران تايم اثناء الشغل مرات نحتاج نحط ظروف نبني كويري كامله فبهالطريقه هاي طبعا هذا كله المختصر بتقدر تختصره كالتالي تقول له with fdquery do كويري دو. وبنسكر اخر شيء end وهذا كله بنضلله هيك وكنترول شيفت اي 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 i تمام وهذا كله بنقدر نصطبه زي هيك ها فهون وقتها احنا بنقول له اف SQL دوت كلير SQL دوت اد الباراميترز دوت كذا بعدين execute SQL خلينا نجرب نقول بسم الله هي عندنا يعني هذا السعر ما فيش عليه اشي. نحط له 33 دينار هي تشينج غيرنا ثلاثة 33 دينار يعني هيك غطينا يعني طرق كتيرة لموضوع الابديت ولموضوع الكونكشن ما بعرف اذا ضل كمان في طرق ولا لا الا إيه يكون طرق يمين شمال بيصير. يعني في طريقه ثالثه انه او اخيره او ممكن انك انت تبني ستور بروسيجر اثناء الشغل وتسوي له كرييت وبعدين تعطيه البارامترز كلها وطبعا نفس ما حكينا هون البارامترز بامكانك تعطيه برام 0 وبرام 1 نفس الطريقه بالضبط ان شاء الله تكونوا هيك شباب استفدتوا من هالفيديو تنسوناش من اللايك ومن الشير وتنسوش تسووا سبسكرايب في القناه اذا مش مشتركين معنا وتنسوش تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم اشعارات باخر اصدارات اخر فيديوهات نزلناها على الموقع على القناة الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته